مصطفى كامكازي واهلا بكم بفيديو اليوم. طبعا اليوم رجعنا وياكم برياكشن جديد. طبعا كلش اشكركم واشكر بالاخص يعني المشاهدين اللي من تونس اللي تفاعلوا على المقطع اللي راح، وكان اغلب انتقاداتكم انا شفتها وانا كتبت لكم يعني تعليق وثبتته. فاليوم الرياكشن راح يكون على ليل ايزي. طبعا هو فيت ويا واحد اسمه ريسي تيمبو، فالتراك اسمه SRT وكلش يعني ضرب بالفترة الأخيرة، وحبيت إنه أسمعه وأسوي رياكشن عليه وياكم. فإذا كل إذا متحمسين للنهاية فخلينا نبدي ونسمعه وليتس جو. طبعا هذا التراك قدامكم شباب للإيزي وريسي تيمبو. ريسي تيمبو أول مرة أسمعه، بس للإيزي سامع له هواي تراكات، اعرف اللي الشيء الحلو اللي راح اسمعه، اعرف انه اكو في شيء حلو. نخلي له لايك، وانتم قبل ما نبدي خلونا لايك واشتراك وشير حتى نستمر بهذا المحتوى الحلو. فخلينا نبدي ونسمع الاغنيه. طبعا حاره تقتل، الجو حار ومطفي التكييف ومطفي كل شيء حتى جوده الصوت. كبر الشاشه. اول يعني ملاحظه هيك سريعه انه اللحن راح يكون سريع، يعني احتمال دريل او هيك اشياء. واو. الحد الان جميل، لا تعليق يعني. بداية موفقة، انترو حلو خفيف لطيف. ليتس جو كمل. هاي عجبتني، هاي دن دن دن، هاي فم 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 عجبتني. نجهد الفن تقف البلايست ولا شك فوق انوي درفت على الفن شد بريك حقارة بيتنا كلوب معايا الجنك بشعر يد على البيبة الثانية عطارة ما طلب العج عيالنا مو سجارة على الفرة صبح وليل وحول الحارة. الدخلة بيناتهم يعني لما دي يسوون سويتش كلش حلوة وخفيفة لطيفة. لحد الان يعني تراك عاجبني. ماما صرنا كبار ما نسينا وين عشنا واحنا صغار تربينا وين وجينا ناخذ بالثار مع اننا قادرين. ايه كملنا المشوار فوق ماشين لسه انا بطل هذه القصه يا عشنا من هيت لهيت التاج البستا يا. لا 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 هذا اللاين مش سريع. لسه انا بطل قشطه من هيت لهيت التاج البستا يا التاج البستا ايش يبقى ما فهمت اسش ما ابغى اسمع حساس ايش والبنش من البستا يا اوكي تيمبو ايزي وبن لك. الكلمات فول حرفيا، الميكس بين العربي والانجليزي كلش عاجبني. صار لي هواي ما سامع هيك ميكس كله، يا تقريبا هو اغلب اللي دا اسمعه عربي بحت، ماكو ميكس خصوصا بالفتره اللي راحت. ف جميل رائع. لا كسرت. اوقف اوقف اوقف. SRT جس بنزين عاجبني التون مالت الصوت كلش. هاي لما يسوي عجبتني، يعني ضايفة في الشيء للتراك حلو. وطبعا ويا الفلو ويا الـ البيت دا تشتغل حلو. يا جامين جيم باسكتبول مع الهوم بويز فجو حرا غازو جامين جيم باسكتبول. اقف ايه بس مع الهوم بويز فور شور. اوه حرا غازو لكسات
Like SRT. And I can show you more, cause I'm so comfortable. Buzz it, buzz it, buzz it. Toss me a yam al cousin. I got it, hot, hot, malo liver. God damn. طبعا شلون كتبوا هيك تراك حلو. وطبعا اللي سوى الهندسة مالته هذا التراك كلش مبدع والله صراحة. مبدع مبدع. ماكو يعني هيك فد نقطة سلبية رجحت فيها ماكو. طبعا عرقت عرقت درجة حرارة عالية وماكو تكييف. زي توباك all eyes on me. All eyes on me. Money, money. How you so salty to New York City? I wear it. Wasn't the lamb with team GG. Wasn't the lamb with team GG. GG, man. Have a Billy BG. Wallet J, man. Okay. Tim Weasel. Billy XRT definitely win. Boom, boom, boom. Frost all the fun. Goose Benson. نجهد الفن توفي البلايليس every day ولا شك جهك فوق anyway الكورس 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 الحد الآن يعني من هذا اللي يصرف الدماغ وينام بالدماغ. هذا الكورس تحفظه غصبا عنك. نجهد الفن في البلايليس every day ولا شك جهك فوق every way. ها شنو شوف انا مره صارت بي مقلب انه سويت سكيب لاخر شيء لما خلصت الاغنيه كان يطلع مشهد حلو بالاخير وانا فوتت عليه فنبقى للاخير. ماكو شيء طبعا شباب. شكرا انه انتم شفتوا الفيديو لهنا انا واتمنى عجبتكم الرياكشن. الاغنيه الصراحه ما بيها نقاط سلبيه كلش حلوه وطبعا كلش عجبتني من ناحيه فلو من ناحيه بيت من ناحيه الكلمات اثنينهم ليل ايزي وهذا الرسي الجديد هذا الولد ما اعرفه الصراحه اول مره اسمعه بس اثنينهم ابدعوا صراحه وكان تراك من التراكات الحلوه اللي سوى ميكس بين عربي وانجليزي وصار هواي احنا ما سامعين هيك ميكس. فاتمنى عجبكم الرياكشن وشكرا على المشاهده. لا تنسى تخلي لايك وتشير. مع السلامه.